من مجلس إدارة وأعضاء على إتاحة الفرصة لي في عدة قبول كثيرة في خلال عدة مواضيع تدريبات. لا يتم إقصارهم في العملية الانتخابية. طبعا احنا تكلمنا في جلسات سابقة حول المعايير الدولية للانتخابات وعرفنا كثير من المفاهيم حول الانتخابات. اليوم حنتكلم على أمر مهم في الانتخابات وهذا هو عامل أساسي في نزاهة الانتخابات وهو مراقبة الانتخابات. هي سواء كانت مثلا انتخابات مجالس بلدية أو تشريعية أو هيئة تأسيسية ولما تخش محطة الاقتراع على اللي هم المراقبين. بداية كان أو خمس قواعد أو خمس أساسيات زي الخبر الصحفي. ونسأل الأستاذ عادل الصحفي نقول له شنو كان الخبر يقول لي خمسة إن هن لماذا وماذا ومتى ومن وكيف. ومن نراقب وكيف نراقب. الصورة الحالة اللي هي تتم ان عملية تأمين سرية محمد شاعر تمارسة الخلود مزبوط هذا مركز انتخابي احنا مسجل زيح مسجل صلاح مسجل محمد مسجل لكن احمد جاء يوم الاختراع يسجل وطالع اسمه في القوائم المبدئية والنهائية حتى جاء قبل يوم صباح المركز صباح تلقى اسمه معدل مظبوط لكن جاء خش لك اليوم في الطابور والبطاقه قال له ما جبتهاش بطاقه يعني مش متاكد كثير هويتك من الكلام هنا المراقب الانتخابات بيشوف يراقب يعني كان هذا في خرق هل احمد سمح للموظف الاختراع من ذاك الهويه انه يمر بدون ما يبرز هويته وانه هو اسمه معلق في 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 قائمه ال اسمح لك القوائم وخش جاب زوال السفر بتاعه أو كتيب العين بتاعه أو بطاقته وجاب مدقق الهوية مدقق الهوية ممكن يكون متواطي معاه من أجل مرشح ما على يسمى طاقم بألفين دينار شبح له بهريبة معه لأن شخص لما يكون داير شيء فيه ريبة يعني عندها يقول لك توا شنو يصير كذا كذا فمدون الغرقة ووفاق أخرى لكن أنت بتراقب الشخص هذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحمد برك عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية الأصدقاء للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا بناء على الاتفاق السابق مع مدير التوعية الانتخابية الأستاذ رمضان كارنفودة بشأن عمل جلسات أو سلسلة تدريبات توعوية بشأن العملية الانتخابية. اليوم نحن في ثاني أو ثالث تدريب على من خلال هذا الاتفاق للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك منتسبي جمعية الأصدقاء. يأتي هذا البرنامج الهدف منه توعية منتسبي جمعية بأهمية العملية الانتخابية ومعرفة حقهم في المشاركة السياسية وكيفية إدلاء صوتهم بكل سلاسة دون أي عراقيل وما هي القوانين المنعطى لهم وما هي الواجبات التي يجب أن يعملوا عليها. الحقيقة كانت كل الدورات السابقة كانت فيها تفاعل كبير من منتسبي الجمعية وكانت هناك تساؤلات وكانت هناك ردود جدا جدا إيجابية من مدرب التوعية. استطاع كل الحضور فهم ما هي العملية الانتخابية وكيفية إجراء هذه العملية منذ بداية العملية إلى انتهاء هذه العملية. كل الشكر والعرفان لمدرب التوعية وكل الشكر لمنتسبي الجمعية. نسأل الله التوفيق على أمل أن تكون هناك انتخابات عاجلة في البلاد لوضع البلاد في صورة كما يتمنى الجميع وبارك الله فيكم.